حدثنا عن التجربة، تجربة ابنك في الانضمام للمنتخبات الوطنية، كي يسمع مثلا رئيس الاتحاد عما عانى ابنك يعني في هذه التجربة. رئيس الاتحاد الشيخ أحمد العيسي يسمع يعني من غير المقربين حوله، يسمع من والد اللاعب يعني. والله استاذي العزيز، بالنسبه للتجربه سند، انا عندي 3 اولاد طبعا لعبوا في انديه الجاليه اليمنيه وفي الاكاديميات الامريكيه، والان يلعبوا في الجامعات. من ضمنهم سند، هو شارك مرتين، يمكن مره في منتخب الناشئين في 2020 ايام كورونا، نعم شارك مع المنتخب، مع معسكر المنتخب مع الكابتن امين السنيني، وحصلت ظروف ان الغي المعسكر، ثم شارك في المعسكر في مصر مع المنتخب الاول. يعني المشاركة كانت مشاركة حلوة، قد ممكن يستفيد منها. كيف لكن تواصل مع الاتحاد؟ يعني كيف تواصل مع الاتحاد؟ والله التواصل مع هل الاتحاد، الاتحاد الاتحاد يتواصل بعث له مع، تذكرة السفر؟ لا، الاتحاد يتواصل مع اللاعبين على استحياء، يعني حتى التواصل يجعل من يتواصل معك واحد من خارج الاتحاد يتواصل مع الاتحاد ويتواصل معك. لا توجد لديهم القناة الرسمية للتواصل أو الآلية الحقيقية للتواصل مع اللاعبين والاستفادة من لاعبين المهجر، سواء كان في أمريكا أو في خارج أمريكا في أي دولة أوروبية. يعني كان على حسابه من أمريكا لصنعاء؟ لا نعم، السفر كان على حسابنا، حتى سند في أول مشاركة له مع الكابتن أمين السنيني عندما شارك مع في المعسكر، حصلت لنا مثلا ظروف مثل انه خرج من الترم من الجامعه، وعندما وصل اليمن لصعوبه النت وصعوبه التواصل اضطر الى انه يلغي الترم كامل، فاذا الغى الترم اضطرنا ان احنا ندفع تكاليف الترم كامله على حسابنا. والشيء الثاني، اضطر انه عندما عاد يبتعد عن 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 نادي عن فريق الجامعه لمده 6 اشهر، لانه غاب بطريقه مثل ما يقولوا غير رسميه، لا توجد رساله رسميه من الاتحاد يعني وهذه بطلب مشكلة. اللاعبين يكون عليها ختم او توقيع الاتحاد. ما اعرف ليش يتواصلوا مع اللاعبين مثل ما قلت لك يعني بشكل غير رسمي. الآن يعني ممكن تجدد هذه التجربة، ولا بتشوفها تجربة مؤلمة لك كأب، يعني إنه أنت بتحاول تدفع بابنك ل يعني خدمة المنتخبات الوطنية، لكن التجاوب مش بالقدر الكافي لاستيعاب هذه الموهبة. والله التجربة هي كانت مثل ما قلت انتهى مؤلمة، لكن من أجل وطننا ومن أجل علمنا ومن أجل رفع الشعار لا يهمنا أي شيء، يعني مستعدين أن نقدم ومستعدين أن احنا أنه يذهب مرة ثانية وثالثة. بس الذي تمناه من الاتحاد مثلا أن تكون لهم القناة أو مثل ما قلت الآلية المناسبة. أنا أعتقد هنا معانا الكابتن أحمد راشد، هو مدرب في اليمن، أعتقد مع معظم الاتحاد اليمني يعرفه، وكذلك معنا الاستاذ طاهر الظاهري، شاب نشط ورياضي نشط واداري محنك، بنمسي عليه يستطيع نمسي الاتحاد عليه ان نمسي يتواصل عليه معهم، وان يوجد لجنه فنيه مهنيه في امريكا من جميع الولايات تقوم انا اتكلم عن امريكا طبعا، تقوم باكتشاف المواهب. والاستاذ او الكابتن القدير احمد راشد هو الذي يشرف عليها وياخذ منها مثل ما تقول اللب، ويرسلهم الى اليمن او يرسلهم الى اي معسكر، ويجب ان يكون المعسكر مثلا فيه مجال مفتوح للاعب، ليس اسبوع او اسبوعين يعني.